والآن نتوقف مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال والتي نستعرضها في التقرير التالي. سجلت الأسواق المحلية طلباً مضاعفاً على الخضروات والفواكه والورقيات مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي قابله طرح كميات وفيرة من مختلف بلدان المنشأ لتغطية معدلات الإقبال المتزايد. وقد أكد تجار أغذية على أن البحرين تعتمد في توفير معروضها من الخضروات والفواكه والورقيات على كل من السعودية والأردن ومصر ولبنان والهند وباكستان، ليتجاوز مجموع ما يتم طرحه في سوق المنامة المركزي 3500 طن على أساس يومي، مؤكدين في الوقت نفسه عدم حدوث أي أزمة بفضل انسيابية حركة النقل والشحن في مختلف منافذ البحرين. بننزل لنا حوالي كل يوم 3500 طن من كافة أنواع الخضار الفواكه، بعدين يعني من خامس رمضان بصير شوي هدوء عندنا في الطلب، فنخفف الطلب تدريجيا الى نهايه اخر الشهر اللي هو عشان نزول الرواتب، ما رواتب بعد في يكون تنزيل من الخضار والفواكه، يعني ان شاء الله يعني كل الاخوان التجار خدوا استعداداتهم، والاخوه في اداره الجمارك الجسر في امور تسهيل سهلوا بحق مجال الخضار والفواكه بمناسبه شهر رمضان، ونشكرهم يعني على جهودهم. وإلى الأداء الأسبوعي لبورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام على ارتفاع نسبته 0.16% عند مستوى 1272 نقطة. هذا وتجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة 12,509,000 سهم ووحدة، واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. قالت ستاندرد أند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق إنها تجري مشاورات مع المستثمرين بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة في مؤشر جديد على تنامي الاهتمام بالمملكة بين مديري الصناديق العالمية. ويعتقد مدير الصناديق أن رفع ستاندرد أند بورز داو جونز لتصنيف المملكة قد يجذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، لكنها ستقل كثيرا عن المبالغ المرتبطة برفع مماثل للتصنيف من قبل MSCI وفوتسي راسل. أعلن البنك المركزي العراقي عن وقف تعاملاته مع مصرف البلاد الإسلامي بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن وضع البنك ورئيس مجلس إدارته ضمن لائحة العقوبات التي أصدرتها قبل يومين، والخاصة بإعادة فرض العقوبات على إيران. ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 4.5 أشهر بدعم من مشتريات لتغطية مراكز المدينة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة الخزانة الأمريكية وبقاء عوائد سندات 2018. ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي إلى جعل المعدن النفيس أقل جاذبية في الخزانة الأمريكية بسبب ارتفاع عوائد سندات المستثمرين.